السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الجليل. اتفضل. بارك الله فيك، والله اشهد الله العظيم انه يحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. بقول لك يا مولانا، أنا عندي حماتي الدكتور قال لها تفطر. تمام؟ أيوه. فهو ينفع هي مثلا تعزم بناتها مثلا وهي بنية تفطر صايم؟ تعزم بناتها بنية تفطر صايم؟ آه. يا اخي صلوا على رسول الله. يعني ما هو يا عم الشيخ الظروف صعبه والدنيا مش يعني الدنيا على جدها، يعني على قد هي، بس انت لما تكون صريح مع ربك وتقول يا ربي انا ليس هناك دليل ملزم اذا كانت المراه كبيره السن. اه كبيره لا تستطيع، عندها مرض وعندها هي ما بتشوفش وعندها مشاكل في الكلى ومشاكل في القلب، لا تجب عليها، لا يجب عليها الاطعام اجمالا. ما في الا في انس. لا يجب عليها الافطار؟ لا يجب عليها الاطعام. الاطعام الا بس استحبابا، لان انس لما اسالنا كان يفطر ويطعم مكان كل يوم مسكين. فاذا قلت انا اختار هذا الراي اولى لك واقرب الى الله من ان تحتال وتقول تعالى يا بناتي اكلكم وتطبخ لهم لحمه وتقول لهم انتم مساكين وتحسبها كفاره. خافوا من الله شويه بس. طيب ماشي مولانا. استغفر الله واتوب اليه. مش عارف كيف يفكرون في هذه الحيل، الشيطان يجيب لهم اشياء غريبه. السلام عليكم. انا لك على من وجهه نظري كفاره طعام. تعالى يا بنتي، تعالى يا ابني اعمل لكم عزومه. السلام عليكم.